صعب. وعايزين نقول كمان ان الفار اعاد الحقوق الى اصحابها، واعاد بنسبه كبيره حقوق، ليس انه اعاد الحقوق لاصحابها انه الزمالك صاحب حق، بالعكس، ما هو اعاد الحقوق لاصحابها انه الاهلي كان صاحب حق في بعض المباريات واحتاج الفار. بص عليك، الـ200 دول مش هيعجبوا ناس كتير على فكره، يعني اللي احنا بنقول ان الحق رجع لاصحابه بوجود الفار، لان احنا اول سنه يطبق الفار من اول دقيقه لاخر دقيقه. الزمالك بيحصل على الدوري العام، وكان في احصائيه عملها الناقد، طبعا الناقد الرياضي خالد طلعت، قبل الفار كان نادي الزمالك والاهلي كان شكلهم ايه، وبعد الفار نادي الاهلي والزمالك كان شكلهم ايه. فانا بتكلم على النهارده في عامل مساعد قوي جدا اللي هو الفار، انت بترجع طبعًا ليه وتوقف ولا هات لي بالزاويه دي ولا والزاويه دي، الحاجات دي كلها. انا شايف ان الدوري السنه دي حلال جدا 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 لنادي الزمالك. بالعكس، هو مفيش تلاعب لان الفار موجود، وعلى فكره الفار موجود ويبقى فيه اخطاء، ولكن الاخطاء بتقل يا جماعه. احنا كنا بنشوف الاول في الدوري في معظم اسابيع الدوري اخطاء تحكيميه، انما لا، النهارده الاخطاء بتقل تدريجيا. ولو حتى هنتكلم على مباراه طلائع الجيش والكره اللي حصل عليها لغط كتير، وكان في كلام كتير جدا هل تجاوزت ما تجاوزتش، والخبير التحكيمي حتى سمير محمود عثمان اللي كان بيحلل المباراه قال ان الكره لم تتجاوز، يعني حتى حصل خلاف ما بين خبراء التحكيم وما بين الناس على الكره راحت ولا ما راحتش. فيبقى هنا احنا بنتكلم في مباراه فيها 90 دقيقه ما فيش اي خلاف غير كره، وفيها خلاف كمان. فاعتقد بص علي، خدها مني كلمه، لو في خلاف على كره يبقى فيها كلام، بمعنى ممكن صح او غلط. لو في مثلا حاجه انا متفق معاها، هو احنا كلنا متفقين على لعبه معينه وحصل تضارب في الاراء او حصل في الملعب ان انت لا احنا متفقين للكره دي لا ضربه جزاء 100%، والحاكم قال لك لا مش ضربه جزاء، لا يبقى هي مش ضربه جزاء. احنا كلنا متفقين على راي واحد بس، صحيح. غير كده لو احنا اختلفنا على حاجه يبقى احنا لا، يبقى في شك في قراري وقرارك وقرار اي حد. فاحنا بنتكلم، احنا السنه دي انا بتكلم ان احنا عامل الفار مهم جدا جدا جدا، مش هقول للدوري المصري، انا عامل مهم جدا جدا لنادي الزمالك، لان احنا حسينا بظلم كبير جدا السنين اللي فاتت. وزي ما احنا قلنا الحق رجع لاصحابه. هو الناس هنا بتقول لك 16 ركله جزاء و17 ركله جزاء، طب ما هو بالعكس، طب ما هو ده بالعكس، ده يندل يا جماعه، لانه حتى قالها كابتن سيد عبد الحفيظ، قال ان المنافس اتحفظ له 7 ركلات جزاء او بيتحسب له ركلات جزاء وانا ما بتحسبليش غير واحده. ما هي مش بتتحسب كهدايا يا كابتن سيد، يعني هي مش موجود كهدايا. لو مش موجود الفار كان يبقى حق كل ده راح، كل ده راح. يبقى مباراه الزمالك والمصري البورسعيدي اللي انتهت في لحظاتها الاخيره ببنالتي ما يكسبش فيها الزمالك مباريات. يعني يا جماعه احنا بنرجع ونقول انه الفار بيعيد حقوق لاصحابها، لانه وليس ايضا تعمد، يعني ممكن ما يبقاش في تعمد. طبعا احنا ما بنشككش في حد، هو اكيد ما فيش تعمد، لانه الحكم برده مهم انه ينجح، والحكم عايز انه ينجح، والحكم يهمه اسمه قبل ما يهمه الاهلي والزمالك، الحكم يهمه اسمه. وزمان كان الحكام كابتن تامر بيتاثروا بالضغوط الاعلاميه والضغوط الجماهيريه اكتر، دلوقتي ما فيش ضغوط جماهيريه. فاعتقد انه الفار هنقول اعاد الحقوق لاصحابها وليس للزمالك فقط، ما هو عاد للاهلي في بعض المباريات. الجماهير مهمه جدا جدا جدا، بالتحديد طبعا جماهير الاهلي وجماهير الزمالك عندهم حاجه اللي هم بيضغطوا، بيعرفوا يضغطوا ازاي على التحكيم، بيعرفوا يضغطوا ازاي على الاعلام. النهارده لما بيخرج اي اعلامي على النص تلاقيه على طول الهاشتاج طلع في ثانيه بيهاجموا الشخص ده. فاحنا بنتكلم على الجماهير دلوقتي مش سهله، بقت صعبه جدا جدا جدا، وبيقدروا يدافعوا عن ناديهم بشتى الطرق اللي انت تقدر. النهارده الجماهير النادي الاهلي عندها منصات كبيره جدا بتقدر تدافع عن كيان نادي الزمالك، نفس الشيء جماهير النادي الاهلي بتدافع على النادي الاهلي بالسوشيال ميديا، بالضغط، باي بجميع السبل الممكنه اللي انت تقدر تضغط وتجيب حقك. احنا بنتكلم النهارده على موضوع الفار. طيب بالمشاكل اللي موجوده دلوقتي من جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي، ممكن الفار يستمر؟ يعني بسالك، ممكن الفار يستمر؟ لا طبعا، ده قانون، ده مفيهوش كلام. ما ممكن يقول لك انا النهارده، ممكن يقول لك الكابتن احمد مجاهد يقول لك انا ما فيش عندي امكانيه. لو هو بقى الراجل، لو احنا بنشكك في بقى ايه في الانتماء، لو هو انتماء اهلاوي، او هو بنحذر دلوقتي لو هو انتماء اهلاوي وعاوز يلغي الفار هيلغيه.